عاد نزل في الجمعة. الجمعة ذي الجمع. ما فهمت عرب ذي الجمعة ذي جمعناها. أبد. وفهمت شطو. بس عرب الفصحى ما حسن عرب الفصحى. الطرف. وسين شطولها. يتسمى في الجمع لو كنت ناس تعرف الفصحى وتسين شطولها. ولا والو الشعات ما تفهمها. يتسمى سير قيرة وفهمش أنا بابا يقرا تقول فهم خش بابا. كيف سير قيرة وفهمش بدا تقرا الجمع. قبل قيرة. قبل قيرة وفهمش. بارك الله فيك. ربي الشي يحفظها. ربي الشي يحفظها. اش كاقا ما فهمت عرب الفصحى الجمعة. والله. وفهمت شطو. يتسمى اللي تيقرا الإمام الخطبة الجمعة استعرف الفصحى وفهمت شكون تيقرا. وقراش عرف صح. واش بس كهمل هذا اللي خطب الإمام في الخط في العرب في الفصحى. ما فهمتش. وفهمت شكون. يتسمى اللي تلاقيت الشوف. بارك الله فيك عمي سعيد. ربي الشي يحفظ. وربي الشي ينور ان شاء الله. ربي الشي يكتفي فوز. يقرب بابا انت هذا نروح للجمعة فهم خش تعرف شكيف فهم العرب الفصحى. ها هو القرا خير تما. فهم الشطور متى اللي قرا طالب الجامعة هذا اللي يدير الجمعة. عاد تما ما يوجد شوكة. ما يوجد شوكة تفهمك. اي. شكيف يا بشير ما فاهم هذا اللي غلط. لا الموبايل فاهمك لا نجي فاهمك. يتسمى الخطبة الجمعة استعرف الفصحى وسيش عرف الفصحى. وسيش ما تعنيك الحنيف اليقين وسينس. اها. غير تلف الجمع ما فهمنا الخطبة الجمعة العرب الفصحى سير كيش فيها. أخي والله ما فهم. والو. لا يا فهم. وإيش كيف فهم العرب الفصحى الخطبة الجمعة أنا ما فهمتش. وفهمت شطو أول وليش. غير تروح ليش ما فهمتش عرب الفصحى. ما لا قديني ورد عندو كلني. قديني بليش كاش كتروح الجمع. الزول لا بقرا صحيح. قديني إيش كاش كتروح الجمع. اش كما فهمت راه تروح للجمعه عرف الفصحى ما لقيتش برك ما فهمتش برك يتسمى ما فهمتش عرف الفصحى بابا اش كيف فهمت فين غا كان شويه اكيد شفت حب خشم ما لو فهمتش والو ما فهمتش عربيه الفصحى الجمعه الفصحى درجه الفصحى ربشه عامل